أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ومتابعين صباح الخير يا عراق. عندنا محور اليوم جدا جدا مهم اللي يتحدث عن العنف الأسري، وللأسف أنه اليوم نشوف حالات كثيرة من هذا الموضوع، الاعتداءات على الأبناء، الاعتداءات على الزوج، الاعتداءات على الزوجة. تاني هو مني يشد الدنيا من أمي مش وقت أنا يتعاني مني يتعاني موجودة بالعالم المنتشرة. الناس استلزمها بتعليقاتهم وبنشر لهذا الأمور، ولكن اللي يعترضون على هذه التصرفات من طيب حقوق الأسرة، من طيب حقوق أبنائهم إلى زوجاتهم. هذا الموضوع أكثر اليوم. الدستور هو السلطة الأعلى في البلد، هو يحظر كل أنواع العنف ضد أفراد العائلة، وأي فقرة تتعارض معها يجب أن تلغى. الفقرات بقانون العقوبات اللي تبيح التأديب وقتل الشرف يجب أن تلغى. قانون حماية من العنف والأسرة. شجاج تعال أبو سيد، تعال هاي ثالث مرة. ثانية وياكم ورجل في حال الضيب وياكم لازم وين الدنيا زين أعطيكم هالشبكة وانت شبيك انت ويمو لازمة التفاح. وثانية وياكم الدنيا صحيح، ليس كل ما يحدث في البيوت هو شأن خاص، والحماية القانونية يجب أن تشمل جميع أفراد العائلة. للأسف يتم تجاهل الأذى الجسدي من قبل السلطات والمجتمع، مما يؤدي إلى العديد من حالات القتل. كلامك صحيح، لا يوجد قانون على مستوى البلد لحماية العائلة من العنف الأسري. على البرلمان أن يشرع قانون يضم ما يلي. الله يخليك كافي، لا تمد ايدك علي كافي، الله يخليك كافي الخاطر، الله لا تمد ايدك علي يا حباب. وين 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 طالع؟ عندي دوام. وين عندك دوام؟ الدنيا ظهر وانا طالع عليك وقت. لا عندي معامل. ماكو ايش طالع. أي يتماشى مع الدستور العراقي، ومنه الفقرة 14 التي تمنع التمييز بناء على نوع الجنس، والفقرة 29 التي تحرم كل أنواع العنف ضد العائلة. اسمعيني زين، هذا بعد مو بيتك، صار بيتي هسه، أنا ما مجبر أبطيك أكل، إما تروحين منا أو أخفيك من الدنيا. ضمان توفير إعادة تأهيل لكلا الضحية والمعتدي، عدم إجبار الضحية على المصالحة، وعدم إسقاط القضية ضد المعتدي في حال حدوث المصالحة. أن يتمكن ضحايا العنف الأسري من إحالة أنفسهم لدور الإيواء في حالات الطوارئ. يوفر حماية قانونية كاملة لكل أفراد العائلة لتكون رادعاً وتضمن محاسبة المعتدي.